تابع دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خطة التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية، وذلك في اجتماع ضم الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية يعد أحد أبرز الخطط التي تهتم الحكومة بمتابعتها وتحقيق تقدم مستمر بها، لافتا إلى أن المناطق اللوجستية تمد أذرع الخدمات والتنمية والاستثمار إلى كافة المحافظات وتحقق طفرة في التجارة الداخلية من خلال إتاحة فرص الاستثمار والعمل لأبناء مصر في المحافظات المختلفة، مما يسهم في تحسين معيشتهم وتوفير متطلباتهم من السلع بمختلف أنواعها. معنا على الهاتف للتعليق على هذا الخبر السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا وسهلا. ميزات المناطق اللوجستية اللي يعني هي من أولويات الحكومة حاليا في رأي حضرتك وفي رأي المجلس؟ الحقيقة ضمن الخطط المهمة اللي الحكومة بتعتمد بيها حاليا، يعني الحديث على مناطق اللوجستية بهدف أنه يكون هناك تنظيم أكثر للتجارة الداخلية، تقليل الفاقد، تقليص حجم حلقات التداول، وبالتالي المساهمة في زيادة المنافسة وضبط الأسعار في السوق. المناطق اللوجستية حقيقة بتتضمن يعني مخازن، أماكن للفرز والتعبئة، أماكن للتغليف، أماكن للتبريد، التوزيع، وأيضا صناعات مكملة. والحقيقة أنه البداية الآن بمجموعة من المحافظات، ولكن الخطة هو أن يكون على أكبر قدر ممكن والتوسع فيها على أكبر قدر ممكن. احنا بنتحدث هنا عن خطة كبيرة في مجموعها تتجاوز حوالي 47 مليار جنيه، بتتيح عديد من الفرص الاستثمارية في المحافظات. يمكن بنتكلم على 400 ألف فرصة عمل مباشرة وأضعافها بشكل غير مباشر. نعم، ده فيما يتعلق بفرص العمل وهي أكيد مهمة، أيضا أعتقد أن لها تأثير على استقرار الأسعار في الأسواق، وهذا ما نعاني منه لأنه وجود مراكز زي دي في كل محافظة قد يؤدي إلى يعني القضاء على حلقات وسيطة كثيرة. بالتأكيد هو ده الهدف، أنه التجارة الداخلية بشكل عام هي يصبها بعض العشوائية، وبالتالي هناك حاجة لتنظيمها، والتنظيم يكون في تقليل الفاقد والمهدر من البضائع نتيجة سوء التخزين، نتيجة سوء عمليات النقل وخلافه، وأيضا تقليص حلقات التداول بحيث أنه هذا التوفير يصب في مصلحة المستهلك بشكل واضح، وأنه أيضا من ناحية تانية بنصف في خلق فرص عمل وعمل أسواق جديدة ربما يعني لم يكن متاح من قبل. نعم، يعني حضرتك ذكرت ان هذه الخطه ستشمل محافظات الجمهوريه جميعا ولكنها تبدا ببعض المحافظات، هل هذه المحافظات ترتبط مثلا بوجود مواني معينه او مراكز استثماريه موجوده بالفعل فتخدم هذه المناطق على تلك المراكز او هذه المواني او المطارات ربما؟ هو الحقيقه المعيار في اختيار المحافظات كان طبقا لخصائصها وطبيعتها وكثافتها السكانيه ومتوسطات الانفاق فيها، يعني الطبيعه الاقتصاديه والديموغرافيه لكل محافظه. يمكن في البدايه الاولويه ستكون لاقامه مناطق لوجستيه في الدرجه الاهليه والبحيره والمنوفيه والشرقيه والقاهره الكبرى، ولكن سيتسع المجال في مراحل لاحقه ان شاء الله. نعم، اذا هي مترتبط كاولويه اولى بالكثافه السكانيه والقوى الشرائيه في هذه المناطق. بالظبط. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى طبعا أن هذه المناطق تتوسع في كل محافظات الجمهورية لأنها فعلا ممكن تؤدي إلى تخفيض الأسعار واستقرار الأسواق، وده بنتمناه دلوقتي في ظل الضغوط الاقتصادية اللي المواطن بيعاني منها.